وجوه من الجالية، برنامج تلفزيوني وإذاعي يسلط الأضواء على شخصيات اغترابية تركت بصماتها على صفحات غربتنا. ويسرنا أن نلتقي في هذه الحلقة الكفير والفنان جوردن يزبك. وجوردن يزبك معروف بفرقته التراثية في أستراليا. أستاذ جوردن، أهلا وسهلا بك في مكتب ومؤسسة الغربة الإعلامية التي تضم تلفزيون ومجلة وإذاعة. ومعروف أنك لديك فرقة تراثية، فأهلا وسهلا فيك. خلينا إياك أستاذ أكرم، أستاذ شربي، خلينا إياكم ومنونيك عن المقابلة الحلوة هذه. الله يخليك. هيك فاجأتوني فيها والله، كنا قاعدين بالبيت واتصلتوا فيي، ما تخزونا كمان. أهلا فيك، نحن نعتز فيك. خلينا إياكم. كيف بتعرف المشاهدين يعني والمستمعين بكافة أنحاء العالم، لأنه هاي التلفزيون معروف عالميا لأنه عبر الإنترنت. أيوة. من هو جوردن يزبك ومتى جاءت إلى أستراليا؟ والله جوردن يزبك، أنا خلقان بلبنان، خلقان 74 بلبنان ببلدة كفر قطرة، بلدة كتير كتير حلوة، موقع كتير حلو وأهلها كتير طيبين، وبالنسبة للتراث كتير بعضهم متعلقين بتراثهم. كل العالم بتحب التراث، يعني بلدنا، بيوتنا قديمة وأرضنا قديمة. فهذا جهاد يزبك وجوردن يزبك هو نفس الشخص. جيت على أستراليا سنة 1997، جيت على أستراليا وجيت أنا على مصلحتي، أنا حلاق ستاتي، عندي صالون هون بأستراليا حلاق ستاتي، وبلشنا نشتغل بمصلحة الحلاقة. وأنا من أنا وصغير برقص بالسيف والترس، هيدي هوايتي عندي من أنا وصغير. كنت أرقص لفرقة الأفراح لبنان، معروف كتير كتير كبير، الأستاذ مجدي دبيان خلينا إياه، وبرقص أنا بفرقة الأفراح كنت بالسيف والترس. وهلأ جينا على أستراليا كمان، جبنا معنا التراث على أستراليا، فحبين نفرجي الجالية اللبنانية والجالية العربية هون شو فينا نفرجيهم، شو فينا نقدم لهم من تراثنا، من أي شيء بعلقنا بلبنان، لأن يعني نحن كلنا شعب عرب، شعب لبناني، كلنا بنحب وطننا. من المعروف إنه هاي الفرقة
أسست فرقة بأستراليا مثل ما عرفنا. شو سميتها؟ والله سميتها خسرت اسم عائلتي شوي صغيري أنا بتياز بيك. شلت البيك خليت الياز. فرقة ياز. ياز. زفات ياز. ياز. تيمنا بالعيلة يعني. زفات ياز. هذه الفرقة أكيد مشان بس يكون في عروس وعريس بتدخلوا العروس والعريس بال. هلا هو الفرقة هيك المضبوط إن إحنا نفوت العريس والعروس بس أنا عم طور فيها أكثر من حتى فوت عريس وعروس. أنا بدي أعمل استعراض رأس استعراضي بنص العرس. بنص العرس إنه العالم عم بيجيبوا واحد يعمل لهم سحر يعمل لهم شغلة يعمل لهم هيك. لا أنا بدي أجيب لهم تراس اللبناني اللي هو مش بس الدبكة العالم كله فاكر بس التراس اللبناني هو الدبكة. نحن اللبنانية عنا تراثات كتير يعني غير الدبكة عنا الفولكلور اللي هو اسم كتير عدة شغلات فيها في قصة الدبكة في استعراض في لوحات استعراضية مثل فرقة كاراكالا بلبنان ما بيسمونها هذه فرقة دبكة هذه فرقة استعراض فرقة ضخمة فأنا جايبه على استراليا لهون جبت الكوستيمات كل الكوستيمات من أحدث مصمم بلبنان جبت كل الكوستيمات من عنده The Latest One يعني آخر واحدة وانا نعرضهم هون للجالية اللبنانية مثل ما قلت أنا نص العرس نعمل هاي الشغلة لوحة استعراضية كتير حلوة بترجع العريس والعروس شوية لتراثهم القديم حلو والزفة موجودة عندي اللي هي بس العريس والعروس بده يفوتوا على الصالة بده يفوتوا لهم حال هلا هون عم يدقوا على الطبل طبلاين أنا هاي قصة الطبل صارت إنه زايد ومين بيجيب طبل أكثر واحد بيجيب 5 طبولي واحد بيجيب 10 طبولي مش على قصة الطبولي بس في اشياء اسمه استعراض بس بتفوت العريس والعروس بتعمل لوحه استعراض قدامه حلو للعريس والعروس للعالم تقول واو هلا قد ما تكون حاطط لهم اكل قدامهم قعدوا هيك اكلوا وشربوا بيزهقوا بعد نص ساعه بس مجرد ما العريس فتح هالباب وفات العريس والعروس من هالباب خلى العالم دغري يقول واو شوفوا هالفوطه الضخمه ف عم حاول أدنى فيي هلا عنا بالجيم عم أخذ نادي كبير هون عم مرن شباب وصبايا لنكون يعني كيف بدي أقول لك بس يتصلوا فينا من العالم نكون نحن مثل ما بدنا نعمل لهم ما يكون بس نحن مثل ما بدنا نحن بنعمل في ناس بيقولنا نحن بدنا هيك 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 أنا برسم لهم إياها كل ليلة الرقصة من أول وجديد الأغاني هلا من 15 سنة باستراليا بعدهم العالم بفوتوا جينا وجينا وجينا وجبنا العروس وجينا 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 غنية كتير حلوة ما عم لك ما حلوة بس حلنا نغير حلنا نقدم لقدام شوي صغيرة هلا أنا والعروس اسمها نجوى أنا بدي أعمل الغنية بدي أعمل الغنية ويا نجوى كلي بدي أحط أو شو ما يكون اسم العروس بدي يكون اسم العروس بدي يكون كاستم ميد للعريس والعروس الغنية الغنية. قلت بس الغني للعروس لنجوى. نعم. طب ليش ما يكون العريس مثلا سمير فؤاد كمان في له؟ ما قلنا لك انا كل شيء اسمه كاستم. كاستم يعني انا بدي اعمل للعالم مثل ما بدهم على التراث اللبناني. بيقولوا لي بدهم اي اسم حطوا لهم اياها بالغنية. التراث اللبناني والعربي اكيد. والعربي. رح يدعوا كثير لعراس عرب لانه عمال التراث. الجمعة الماضية عملنا عرس اردني. اللي قبله عملنا عرس سعودي حلو ايه ما في نحن العرب كلنا صبا طبعا هل حلو هالتراث اللي الفرقه يعني اسست على اساس كوفير ومشهور وعندك صالون وهيك فكيف اجت بقى يعني الفكره انه التراثي يعني وراثي كنت استعملتها ولا كيف؟ كيف بدي اقول لك؟ من انا وصغير حب الرقص الفلكلوري التراث نعم وعندنا يعني بالضيعة وما الضيعة بتعرف بعد قصة السيف والترس والعادات القديمة فمن حسيت انه لازم نعمل شيء هيك جديد ففي مثل ما قلت لك الاستاذ مجدي بينبا فحكينا نحن والاستاذ مجدي وقلنا له شو بدنا نعمل الاستاذ مجدي فمجدي عنده الفكرة قال لنا نعمل فرقة زفة كبيرة فزفة اعراس استاذ مجدي من مزرعة الشوف كمان؟ نعم مزرعة الشوف
وبلشنا انا رقمي 4 بالفرقه. يعني مجدي بلش قبلي يمكن جمعتين ثلاثه، ورجعنا جينا نحن كمان بلشنا معه لسنه 97 من تركت لبنان. هلا اسم الله مجدي وين؟ عنده فرق كثير كثير كبير، يعني فرق، يعني فرق على حاله مش فرق بس كل الاعراس، كل العرب اللي هي مغطي لبنان، مغطي السعوديه، مغطي دبي، ابو ظبي، عالميه عالميه. وفرقه كركلا عرفت انه انت اشتغلت ثاني معهم كمان كمان؟ تمرنت معهم انا. تمرنت؟ ايه تمرنت معهم. وفرقه ظروف الحرب، فادي القمطاري هو المعروف بفادي لبنان، جوز الفنان الكبير صباح. اي نعم. كمان ما حصل لي شرف اتعرف عليه. كيف نفس 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 التراث، نفس التراث على نفس طريقه رقصه مع نفس يعني انا هون من الجاليه اللبنانيه. هلا بس عم نروح على اعراس، يعني هلا يمكن بدي اشوف حالي صغير بس ما لازم اشوف حالي. بس عم نروح على اعراس، عم نفوت العريس والعروس، عم اقول لهم للعريس والعروس هلا ما بحرام حدا من بعضهم ما شايفين شو هو الفولكلور والرقص، بقول لهم نعملهم معروف، ما تطلعوا فيي، طلعوا بالعالم. يعني العريس والعروس بيبقى فايتين نحن هني هيك بشوفونا عم نرقص، بصيروا يطلعوا فينا هيك من جهشوا يعني. فبقول لهم انا طلعوا بالعالم، بليز ما تطلعوا فيي، بليز ما تطلعوا فيي. اخر شيء بتعرف هلا هالنسوان اللبنانيات والعرب اللي جايين من لبنان خلقانين بلبنان بيعرفوا شو هي هالرقصه، فكلهم بيجوا بصيروا هنونا، بقول الله يهنيكم على الرقصه الحلوه، بنشوف حالنا فيكم، هالكلمات الصغيره بتخلينا نحن نقدم لقدام. فانا بطلب ان هالشباب اللي خلقانين هون باستراليا والصبايا خلقانين هون باستراليا كمان، هلا الانترنت متلاني كلها فيديوهات زفات وما زفات، خليني يشوفوا شو عم بيصير برات استراليا اللي هي وطننا العربي، ويعملوا بيقولوا بدنا مثلها هون. قلت لك عن قصه الطبولي مطبولي، صارت اشياء قديمه شوي صغيره، انه طبعا ما هو بس تراثنا، تراثنا هو الرقص الفولكلوري والشعبي وكل هذا، هذا هو تراثنا. من خلال سفرتك الجديده يعني. يس ان شاء الله بتتوفق وبتنجح لانه عندك شيء مطوره كثير اكيد. فهلا بلشتوا يعني كذا عرس صرتوا عاملين؟ صرنا عازمين كذا كذا عرس هون على شيء كثير كبير. يعني بلشنا من شهر ونص شهرين الاعراس، بس صرنا عم نتمرن، صرنا 6 اشهر تمرين، ما وقفنا تمرين من 6 اشهر. فانا مبسوط، حتى في ناس خلقانين هون، امهم وبين حتى خلقانين هون، وهالولاد راكدة على الرقص الفولكلوري وعم يتمرنوا معنا، والله عم يرقصوا احسن من في ناس بلبنان ما بيرقصوا مثلنا، بيرقصوا هون الشباب. بس انا يعني نحن حلو، بس انه كمان تعمل شي عرض مشان الناس تعرفك اكثر، تكون اي مناسبه تشارك فيها مناسبه هيك استراليه فولكلور، وتقدم هي الفرقه. انا متكل عليك هيك، هي رساله انا والاستاذ شرمل عن جد، هذه متكلين عليك. اي مناسبه بدنا ندعيك وتجيب الفرقه ان شاء الله، ما بنسوي لكم وجهكم عن جد، نحن فخورين فيك وفخورين بالتراث. فاي مناسبه بتصير وصارت لك دعوه بتحضروا انتم بتكونوا بتشاركوا، والله بتعرف بتكون دعايه كمان للفرقه وهيك. فاستاذ جوردن يعني الحقيقه انه افرحتنا كثير بالنشاط، تجنب انك مشغول ومنهمك، لانه عندك صالون ودمتك بتساعدك فيه، ويعني بتحاول تختصر العمل في سبيل احياء التراث. فشو يعني بتخطط للمستقبل بعد اكثر من هيك مثلا؟ يعني خطه المستقبل اللي هي ما لنا خطه 100% شو بدي يصير شو بدي اعمل، بس خطتي انه بالنجاح، حاطط النجاح قدامي وماشي مثل، وحابب من كل قلبي انه تنجح الفرقه لهالشعب الموجود هون، ما يروح علي ولا شغله من هالشغلات كلها اللي صارت عندنا بلبنان واللي صارت هلا بلبنان، اللي الفرق بلبنان زفات وما زفات. ما تروح على الشعب اللي عايش هون، حد يتكلف على عرسه 100 150 الف دولار وما جايب فرقه هيك بيض له وجهه. بتعرف كلنا اللبنانيه عندنا استراليه ايطاليان يونان اصحاب، فبس تروح على عرس يوناني بفرجوك رقصة الزومبا ورقصة اليونان. فبحب انا كل واحد انه لبناني يجيبنا على الفرق على عرسه ليفرجي
ضيوفه وشو في عنده ببلاده. حلو هالنقطة. عظيم الله يعطيك العافية. يعني بتفكر تستمر ولا بتفكر ترجع للبنان؟ هذا السؤال صعب شوي صغير، لأن تعرف كل واحد لبنان بقلبه ما في شيء لبنان، ومحل ما بيخلق الواحد هذه بلده. بس من الوقت نفسه اللي ما فيه قول شيء عن استراليا، انه هذه استراليا هي اللي فتحت لنا الباب بوجهي. ف صار عندي بيتين، انا بقول بسم الله، بيت هون وبيت بلبنان. بسم الله ما بقول بقى بلدي بس لبنان، بلدي استراليا وبلدي لبنان. عظيم. هلا بالنسبه عندنا بروجرام بالكمبيوتر جاهز، اللي هي نفس نحن بنحط له الكلمات وهو بيعطينا اللحن، هو بيعطينا ال مثل كيف بدي اقول لك، بصير مثلا الاسم نحن بس بنحط الاسم على الأغنية، هو بيعطي لها الاسم، كيف التليفونات الجديدة بتقول حط الاسم يطلع الاسم. فكلها شيء كمبيوتر، ما كمبيوتر. كيف بتوفق بين عملك وحياتك الزوجية مثلا؟ اسم الله عندك زوجتك وعندك ولدين صغار. والله الله يبارك باستراليا، النسوان هون يا استاذ بيشيلوا حمل كتير كتير كبير على الرجال. عندي يعني مرأة الله يحميها يا رب، الله يخلينا اياك، يعني ساعدني كتير بشغلي وبعملي وعلى طول قالي حدي الحمد لله. وعندك صبي عندي صبي بنت الله. الله يخليك يا رب. رواد اوريا 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 الله يخليك يا رب. خلينا اياك استاذ جوردن، حقيقة يعني الفرقة هي اللي عملتها لجانب عملك كان يعني فرقة كبيرة مهمة، حسست تحيي التراث ويعني وبتزين العرس، يعني يعني بتفرح العالم انه خلال السيف والترس واشياء استحدثت جديد من خلال التراث. خصوصا يعني الفرقه اكيد كثير ناس بتشوقوا يستضيفوا هالفرقه التراثيه اللي اسستها، يستضيفوك على راسها، لانه فمشان شو الاتصال بيتصلوا فيك؟ والله أنا فيك تتصل فيك، فيك تلوج على الفيسبوك، عندي فيسبوك، وهلأ الويب سايت عم نعمل بها ويب سايت الفيسبوك زفات ياز، فينا على الفيسبوك أو تتصلوا فينا دغري دايركت، رقم تليفوني بحب إذا بدك بعطيك إياه هلأ 04-155-99-162 تتصلوا فيي انا ولا الاوفيس ولا حدا بتحب نحكي معكم. وبحب انه اقول لك انه بحب شوف العروس والعريس قبل ما يتصلوا فيي على التليفون يقولوا لي بدنا فرقه، بحب شوفهم انا احكي معهم شو بدهم اعمل لهم، مشان ما يكون هني ما عارفين. في ناس كثير عم يقولوا لنا عاملين لنا مفاجاه للعريس والعروس، هلا مفاجاه كثير حلوه، بس حلو العريس والعروس يعرفوا شو بده يصير فيه بعرسهم، انه هن نقعد معهم وفرجيهم. عندي كثير فيديو لفرجيهم اي رقصه بيحبوا، بيجي لعندي على الاوفيس بفرجيهم الرقصات اللي بدهم اياها، ينقوا رقصه، واذا ما عجبهم شيء حتى عندي رقصات كثير نعمل لهم مثل ما بدهم. حلو. نعم. بنشكرك استاذ جوردن على هاللقاء. الاستاذ جوردن هو يعني الاسم جاد يزبك، مؤسس فرقه يز للتراث والفنون اللبنانية والعربية، الذي يستضيف فيها الأعراس والمناسبات الجميلة. أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله على أمل اللقاء في حلقة أخرى من برنامج وجوه من الجالية، والمستمعي راديو البرة، كان معكم أكرم المغوش، فإلى اللقاء.